حياكم الله من جديد. توصل فريق بحثي سعودي لاختراع ابتكار مصحف إلكتروني للمكفوفين يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة تتشكل إلكترونيا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والصور والأجزاء بسرعة وسهولة. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مشعل الهرساني، مخترع ومستشار بمجال الابتكار. حياك الله معنا أستاذ مشعل. يا هلا وسهلا فيكم وعلى جميع المستمعين، والعشر مبارك إن شاء الله عليكم جميعا. علينا وعليك أستاذ مشعل، لو تعطيني بس نبذة عن هذا الابتكار وهذا الاختراع. الله يحفظكم يا رب. طبعا أول حاجة أحب أقول إنه هذا الابتكار هو مو شيء جديد من عند مشعل، هذا الشيء هو تكملة لجهود كثيرة قاموا فيها المكفوفين سابقا، إما في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لتجهيز المحتوى، أنه يكون المحتوى بطريقة برايل. من ثم طبعا المكفوفين اللي موجودين ساعدونا كثير في المملكة من خلال كوننا فرق عمل مختلفة في الرياض وفي المدينة وفي جدة، يساعدونا في ترجمة الفكرة هذه إلى واقع ملموس. بدأت المشكلة لما كان أحد زملائي الأستاذ محمد بيقول لي يا مشعل ترى في قرآن هناك عندي لو تقدر تجيب لي. قلت له وين القرآن ماني شايف. قال لي هذاك الصندوق، صندوق كبير خشبي في 6 مجلدات كبيرة. قلت له هذا كله يا محمد تقرأ فيه قرآن؟ قال إيه نعم. قال لما نبغى نبحث عن صورة معينة لازم نبحث عن أي مجلد في الصورة، وثقيلة جدا ويصعب حملها للأطفال من الأطفال وما إلى ذلك. من هنا بدينا في تطوير فكرة الابتكار هذا. طبعا في ابتكارات موجودة سابقا اللي هي يسموها الأسطر الإلكترونية ببرايل، ولكن أسعارها أقل شيء ب 24,000 أو 25,000 وانت طالع، وطبعا هذا أسعارها جدا مرتفعة. طبعا عشان نكسر هذا التحدي ونجعل من التحدي هذا فرصة، رحنا في وادي مكة مع مجموعة من الطلاب اللي في البرنامج الصيفي، وسوينا فرق عمل وخفضنا ولله الحمد تكاليف الجهاز، وابتكرنا أشياء بسيطة داخل الجهاز تخفض التكاليف إلى 80% من مبلغ هذا الجهاز. والحمد لله الآن الجهاز هو في مرحلة التصنيع ونستقبل الطلبات اللي هي بالكميات، وحيكون متوفر بالقطاع إن شاء الله قريبا. بمعنى أنه هذا الاختراع سيكون جهاز منفصل وليس تطبيق يمكن الاستفادة منه عبر الهواتف الذكية؟ لا، هذا جهاز منفصل تماما، يكون فيه فقط المصحف الشريف. طبعا طب ليش احنا نهدف كمان انه يكون في متواجد في المساجد في المملكه؟ عندنا اكثر من 100,000 مسجد في المملكه. الكفيف لو دخل مسجد الان ما يقدر يقرا القران، ولو لقى القران الورقي حيدور على اي مجلد من المجلدات الستة اللي موجوده. طبعا هذه الجهود اللي موجوده طبعا مجهودات جباره قاموا فيها مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف، فاحنا بنكمل هذه المجهودات من خلال ترجمه العمل اللي عمله الى جهاز إلكتروني بحاجته كل كفيف، سهل الحمل وبسيط جدا. هل سيكون متاح أستاذ مشعل بشكل مجاني؟ أنت قلت أنه في مرحلة التصنيع، معنى أنه داخل نعم. الخط التجاري، لكن السؤال هل سيكون متاح مجانيا لبعض الفئات؟ هذه الميزة اللي إحنا إن شاء الله بنعمل عليها. تعاوننا مع جمعية رؤية وهي شريك حصري خيري معانا في أنه يكون عندهم يوفروا هذه المصاحف إن شاء الله جاهدين للمكفوفين بشكل مجاني. فبإذن الله إحنا نسعى أنه هذا الشيء وهذا المشروع يكون مجاني للمكفوفين، وهو مشروع بإذن الله إحنا بنعمل عليه بحيث أنه يكون غير ربحي، وإن شاء الله بإذن الله يوصل لأكبر عدد ممكن. عندنا تقريبا ترى أكثر من 150,000 كفيف في المملكة، وتقريبا 8 مليون كفيف مسلم في العالم. يعني إحنا لازم نغطي الاحتياج. وعلى كلمة التطبيق اللي أنت قلتها، الجهاز قابل للتطوير إنه يرتبط بتطبيق على الهواتف الذكية، ولكن الآن إحنا مسوينه في مرحلة زي ما تقول المرحلة الأولى، مكون من 28 خلية وليس 20 خلية زي الأجهزة اللي موجودة. الخلية هي عبارة عن الأحرف، وكل حرف فيه 6 نقاط، فهو عمل دقيق جدا. ونطمح بإذن الله إنه تكون هذه صناعة سعودية ومحلية بإذن الله، ونعمل على ذلك الآن. شكرا لك، جهودكم مباركة موفقة إن شاء الله. الأستاذ مشعل الهرساني، مخترع ومستشار بمجال الابتكار.